فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا خرج مجموعة من الشباب للبر وأرادوا تأخير صلاة العشاء إلى الساعة 9، فهل يؤذن أحدهم عند الصلاة أم يكتفى بالإقامة فقط؟ إذا كان ما حولهم ناس يغترون بأذانهم أو يشوش عليه على من حولهم، إن كانوا في بر يؤذنون عندما يريدون الصلاة لا بأس، هذا أفضل. نعم، وإن أذنوا أول الوقت وبقوا إلى أن يأتي الوقت الذي يريدون أداء الصلاة فيه فلا بأس، يعني لهم يقدمون الأذان ويأخرون الصلاة، ولهم أنهم يأخرون الأذان والصلاة، لكن بشرط أن لا يشوش الأذان على من حولهم. نعم. صلى الله عليه وسلم.